بهذا الدرس رح نتحدث عن 5 طرق رائعة جدا بإمكانك تبدأ فيها من الآن لبناء دخلك وبناء عملك التجاري بدون أي تكاليف مسبقة، لذلك تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخواتي؟ إن شاء الله بخير، الله يسعد أوقاتكم يا رب، وإن شاء الله دوم بتكونوا بصحة وعافية. معكم علاء الحسن من قناتنا أونلاين بزنس مايند. بهذا الدرس إن شاء الله رح نتحدث عن 5 طرق فعالة بإمكانك تبدأ فيها لبناء عملك التجاري، بإمكانك تركز على وحدة من هذول الطرق وتدعمها بالطرق الباقية، أو بإمكانك تبدأ بالطرق جميعا من خلال طبعا تنظيم هاي الخدمات أو هاي الأعمال مع بعض البعض. بالبداية بدي منك تدعم هذا الفيديو بزر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس لتوصلك جميع الإشعارات الجديدة من القناة. خلينا نقول بسم الله ونبدأ بالطريقة رقم 1. الطريقة رقم 1 مثل ما بنعرف من خلال المشاكل والأزمة اللي صايرة هلأ حول العالم، الكثير من الأعمال التجارية صارت تواجه صعوبة ببيع المنتجات الخاصة فيها، وبالتالي عجلة البيع والشراء ما أنا مثل السابق. اليوم الكثير من الشركات المتقدمة واللي عندها رؤية طبعا توجهت إلى بيع المنتجات عبر الإنترنت من خلال بناء متاجر إلكترونية. بدي منك اليوم تركز على المحيط اللي انت متواجد فيه او المنطقة اللي انت عايش فيها. راح تلاقي الكثير من الاعمال التجارية اليوم ما قدرانة تمشي حالة مثل السابق، وبالتالي مهمتك اخي الكريم اختي الكريمة تساعدوا هاي الاعمال التجارية لبيع المنتجات عبر الانترنت. فبامكانكم بكل بساطة تتواصلوا مع هاي الاعمال التجارية وعرض خدمة بناء متاجر الكترونية لبيع منتجاتهم المتواجدة بالمستودعات او بالمحلات او غيرها لبيع عبر الانترنت. البعض قد يقول هلا هذا الامر صعب، كيف ممكن نعمله؟ بامكانك تتوجه الى منصه اسمها شوبيفاي. طبعا كان عندنا عده دروس على هي المنصه. بامكانك تنشئ لهي الاعمال التجاريه متجر الكتروني بعده ساعات فقط من خلال هي المنصه. منصه الشوبيفاي منصه سهله الاستخدام بشكل كبير جدا. على سبيل المثال بالمحيط اللي عندك في شركه لبيع الالبسه مثلا او لبيع المنتجات اي نوع من المنتجات، فبامكانك بكل سهوله تروح لعند هي الشركه او تتواصل معهم هاتفيا وتعرض لهم مقدما تقديم هاي الخدمة مقابل رفع هاي المنتجات كلها عبر الانترنت، وبالتالي بيتم البيع من خلال الانترنت والتوصيل بيتم من خلال الشركة او من خلال طرف ثالث. هاي الخدمة من اهم الخدمات اللي ممكن تقدمها اليوم في حال ما كان عندك اي معرفة مسبقة كيف ممكن تبني متجر الكتروني على شوبيفاي. بامكانك تراجع الفيديوهات الموجودة عندنا بالقناة، وبامكانك ايضا تبحث بجوجل، وبنفس الوقت رح ترك لك رابط لمنصة شوبيفاي. بامكانك تسجل حساب لمدة 14 يوم بشكل مجاني وتتدرب على تصميم هاي المتاجر. 14 يوم بامكانك تتدرب وتعيد التصميم حتى تاخذ فكرة جيدة كيف بيتم التصميم. بعد هاي 14 يوم بامكانك تبني متجر خاص فيك اذا بدك تبيع منتجات خاصه فيك، او بامكانك طبعا تنسحب بدون اي تكلفه. بعد ما تاخذ فكره جيده جدا عن بناء هاي المتاجر على منصه شوبيفاي، بامكانك تتواصل مع الاعمال التجاريه او مع المحال التجاريه وتعرض خدمات بناء المتاجر الالكترونيه على هاي المنصه، وبترفع هاي المنتجات كلها عبر الانترنت، وبالتالي بتعطي القدره لهي الاعمال التجاريه انها تستمر وانه تقدر تبيع منتجاتها اونلاين. هذا بزنس قائم بذاته، بامكانك تبني عمل تجاري قائم على هاي الخدمة اخواتي. تمام، اذا هاي بالنسبة للطريقة رقم 1. طريقة رقم 2 واللي هي بيع تصميماتك على التيشيرتات او على الادوات المنزلية. طبعا انت مانك بحاجة بهذا المجال من الاعمال انك تشتري اي طبعا مخزون او اي ادوات منزلية، وانما نحن بنستخدم شركات عندها هي طبعا التيشيرتات او هي الادوات المنزلية، ونحن فقط بنبيع التصميم عليها. على سبيل المثال تي سبرينج منصة بامكانك ترفع عليها التصميمات الخاصة فيك، وطبعا تحطها على التيشيرتات او على الادوات المنزلية، وبالتالي الجمهور الخاص بهي المنصة لما يشوف التصميم بامكانه يشتري من خلال هاي الشركة. هاي الشركة بتبيع طبعا على سبيل المثال التيشيرت بتصميمك وبتشحنه للعميل، اي انت فقط بتبيع التصميم الخاص فيك، وبالتالي بيكون في نسبة لك ونسبة لهي الشركة. طبعا هذا النوع من المجالات بيعطي دخل سلبي، اي انت عليك تصمم ما بنقول عدة تصاميم لأول مرة وفيما بعد بترفعها على هي المنصة. مثل ما أنا شايفين طبعا هي التصميم بتقدر تسعرها وبتشوف نسبة الربح الخاصة فيك من خلال طبعا هي المنصة. كان لنا درس سابق بقناة اليوتيوب على منصة تيسبرينج بإمكانك تراجعه. بنفس الوقت حتى نزيد من إمكانية مبيع التصميمات أخواتي، بإمكاننا نرفع نفس هي التصميمات على منصة تانية اسمها ريد بابل، نفس سيستم التيسبرينج، وبنفس الوقت أيضا في حال تم قبولك ببرنامج الميرش باي أمازون بإمكانك ترفع هاي التصاميم على منصة ثالثة، وبالتالي الوصول لجمهور أكبر من خلال هاي المنصات. مثل ما بنعرف
هاي المنصات إلى جماهير جاهزة إخواتي، وبالتالي أي شخص بيتابع هاي المنصات راح يشوف تصاميم متعددة لعدة مصممين. أي نحن بنوسع نشر التصاميم نفسها اللي عملناها لمرة واحدة على المنصات جميعا، تمام إخواتي؟ إذن هاي بالنسبة للطريقة رقم 2. بالنسبة للطريقة رقم 3 واللي هي أيضا واحدة من أهم مجالات العمل عبر الإنترنت، واللي هي تأسيس وإنشاء وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للأعمال التجارية. اليوم الكثير من الأعمال التجارية والشركات التجارية تفتقر لوجود وسائل تواصل اجتماعي تعرض المنتجات أو الخدمات اللي بتقدم. هون أنت بيجي دورك أيضا كشخص، بإمكانك تقدم هاي الخدمات، بإمكانك تنشئ بزنس كامل على هذا الموضوع بحيث تتواصل مع هاي الأعمال التجارية لإنشاء صفحات على فيسبوك، على إنستغرام، على لينكدين، على تويتر، أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي تاني، بحيث تبرز هاي الماركة وتبرز هاي الخدمات الخاصة بهاي الشركة بأفضل طريقة ممكنة. هذا الأمر هام جدا اليوم بالنسبة للعمل، وخاصة الحضور أونلاين إخواتي، وهذا الأمر بإمكانك تفهمه للشخص صاحب الشركة أو المحال التجارية. بنفس الوقت بإمكانك تقدم بالإضافة إلى إنشاء هاي الصفحات وغيرها خدمة إدارة هاي الصفحات، بحيث تكون مسؤول عن هاي الصفحات، بحيث تجدول مواعيد البوستات مثلا، الرد على الزبائن وغيرها. إذن سيستم قائم بذاته، في كتير شركات اليوم قائمة على هذا النوع من الخدمات بإمكانك تبدأ فيها، وخاصة إذا عندك خبرة بموضوع الفيسبوك إنستغرام وكذا، بإمكانك تتواصل إذن مع الأعمال التجارية أيضا بمحيطك وبمنطقتك، أو فينك تبعد أكثر من هيك لأن هذا العمل كله بيتم عبر الإنترنت إخواتي. فبإمكانك تبدأ أيضا بإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء للأعمال التجارية وحتى الأفراد في حال رغبتهم، تمام إخواتي؟ إذن وحدة أيضا من أهم الطرق اليوم للعمل عبر الإنترنت وبدون أي تكلفة. هذا الأمر كله بيعتمد على مهارتك. الطريقة رقم 4 واللي هي إنشاء الفيديوهات الترويجية أو فيديوهات البيع بالنسبة للأعمال التجارية هي، مثل ما بنشوف الكثير من الإعلانات اللي بتكون ظاهرة على فيسبوك أو يوتيوب، أو لما تدخل على أي موقع خاص بأي شركة راح تلاحظ في عنا فيديو تعريفي بيعرف عن هاي الشركة أو بتحكي عن المنتج اللي هي بتقدمه. فيديو قد يكون دقيقة، قد يكون دقيقتين أو 3 دقائق أو أكثر من ذلك، بحيث بفيديو واحد الشخص يفهم شو محتوى الموقع دون ما يقعد يدور فيه ساعة. هذا النوع من الفيديوهات أخواتي أيضا إضافة ممتازة جدا بالنسبة لهي الأعمال التجارية. إذا هاي الخدمة بإمكانك تنشئها بشكل مستقل أو أيضا تدمجها ب طبعا الخدمات السابقة بإنشاء المتاجر الخاصة بشوبيفاي على سبيل المثال، أو إدارة السوشيال ميديا على سبيل المثال، تمام؟ طبعا هذا النوع من الأعمال يحتاج مهارة بالتصميم، بإمكانك طبعا تتعلم أمور التصميم، بإمكانك تبحث بيوتيوب، تأخذ شوية خبرة وتبلش تعمل فيديوهات ترويجية بالنسبة للأعمال التجارية. لما تشوف حالك تمكنت شوي بإمكانك تضيف هاي الخدمة إلى الأعمال السابقة اللي أنت بتساويها، أو بإمكانك تبنيها على أساس خدمة مستقلة تتحدث فيها مع الأعمال التجارية، وبالتالي يتم الاتفاق على السعر بينك وبينهم. طريقة رقم 5 واللي هي الطريقة الأخيرة والتي تعد أيضا من أهم الخدمات اللي ممكن تقدم للأعمال التجارية المتواجدة على أرض الواقع إخواتي، واللي هي خدمة الجوجل ماي بيزنس. هاي الخدمة من الخدمات الهامة جدا، والكثير من الأعمال التجارية لا تملكها رغم أهميتها الكبيرة. اليوم إذا بدك تدور على سبيل المثال على مطعم بخريطة جوجل، فراح تلاحظوا إخواتي إنه جوجل بيعطينا خرائط وأسماء لبعض المطاعم. إذا بدخل على المطعم فبيعطيني مواعيد الافتتاح، مواعيد الإغلاق، ايمت حتى بيكون في عنده ساعات الذروة مثل ما بنقول، ومعلومات هذا العمل وموقعه على الخريطة. هذا النوع من أهم أنواع الخدمات اللي ممكن تقدم للأعمال التجارية الجديدة أو الأعمال التجارية اللي ما عندها هاي الخدمة. بإمكانك تبحث على سبيل المثال إذا شفت محل تجاري تبحث عنه بجوجل، إذا ما شفته على الخريطة بإمكانك تروح وتتحدث معه بهاي الخدمة أيضا حتى تقدم له إياها، تمام أخواتي؟ إذا هاي الخدمة أيضا من أهم الخدمات اللي ممكن تقدمها اليوم في حال بدك تقدم خدمة للأعمال التجارية. بنفس الوقت بإمكانك تختار عدة خدمات من الأمور اللي حكيناها وتدمجها مع بعض وتبني بزنس قائم عليها، وتبلش طبعا تتواصل مع الأعمال التجارية هي لتقديم هاي الخدمات. جميع الخدمات المطروحة بهذا الفيديو أخواتي يعني تعتمد على المهارة الخاصة فيك، وما في أي تكلفة سابقة. عليك تتعلم هاي الأمور وتتواصل مع الأعمال التجارية عبر الهاتف، أو تروح شخصيا لعندهم وتحكي معهم، وبالتالي بإمكانك تبني دخل من خلال هاي الأعمال، تمام أخواتي؟ بتمنى أني أعطيتكم معلومات مفيدة جدا، وبتمنى أنه الكل يحط موضع تنفيذ ويبدأ فيها من الآن. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى لكم التوفيق من القلب. كان معكم علاء الحسن من قناتنا أونلاين بيزنس مايند، وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.